السلام عليكم اخوتي، كنشكر الصحافه اللي عاونتنا في هذه المحنه هذه. معكم فؤاد القايدي من مدينه فاس. يعني عندي مشكل في مدينه جديده، بالنسبه للمشكل ديالي هي مشكل اسري على الزوجه ديالي والبنت ديالي، وكنت طحت بحال النصب في عقد الزوجيه لواحد المده باش يديروني هاد الناس هادو بانني ما بغيتش نسجل بنتي وبانني ما بغيتش نعترف ببنتي، وهاد الناس هادو توجهوا للمحكمه مع انني توجهت للمحكمه وطالبت بعقد الزوجيه وطالبت بثبوت رجوع لبيت الزوجيه في 2010. ومن 2010 وانا مازال كنسبق لي حد الساعه، مازال كنقول ما علاش نضيع في بنتي، علاش نضيع في الحقوق ديالي، علاش نتشرد. دابا حاليا شبه متشرد، يعني المسؤولين ديال مدينة جديدة راهم تيعرفوني، يعني كلشي راه تيعرفني. بالنسبة للمشكل ديالي، أنا كنتمنى هاد الناس داخل قاعة المحكمة وعند السيد الوكيل للمواجهة باش نعرفوا الحقيقة، لأن هاد الناس هادو نصبوا عليا ما عطاونيش عقد الزوجية ديالي، وكانوا العدل جابوه هما للدار ديالهم، والعقد شديته على 2016. يعني دابا حاليا هاد الناس هادو مصوبين لبنتي حاله مدنيه ومصوبين لها اوراق ديالها، كان الاب ديالها ميت. انا دابا شبه ميت، انا متواجد معاكم وفي نفس الوقت شبه ميت. كنطالب من السلطه ديال القضاء باش تشوف لي حل لهذا المشكل هذا ديالي. كنطالب من السيد الوكيل، من القضاة، من السيد رئيس المحكمه، من جميع المسؤولين في وسط قطاع القضاء باش يشوفوا لي حل لهذا المشكل هذا ديالي، وكنطالبهم باش يستدعيوا المدام ديالي ويستدعيوا لي بنتي باش نشوفها، وباش نكون عندي انا بحالي بحال اي مواطن مغربي باغي بنتي، باغي الاوراق ديالي تكون تحت مني. يعني علاش الحاله المدنيه ديالي ما تنجش؟ يعني علاش ما نلقاش مساعده؟ يعني كنطالب هاد الناس هادو للمواجهه، والله يشهر الحق عليا وعليهم. كنطالب المواجهه هاد الناس هادو باش يتشهر الحق، ماشي غير تحقرت، راه فوق الظلم اخويا، الظلم ديال بعينيه. لان فاش رفعت الدعوه في 2010، يعني 2022 دابا حنا دخلنا 2022 ومازال يعني الدوسي ديالكم ما لقاوش لك حل، وديما كيبركوا عليك. يعني راك ماشي غير محقور، راك فوق محقور، يعني راه ماشي غير الحقره، راه القهره هذه، يعني ومتشرد. يعني ما شحال من دابا شحال من واحد كيمشي ينعس، انا راه النعاس ديالي الله اعلم كيفاش داير. يعني نقدر نبات مره في الجردان، وبنبات في بلاصه، ونبات في اوطين، وبنبات كاري، وكيفاش كنبات. يعني الله يرحم الوالدين، كنطالب من المسؤولين ديال مدينه جديده باستدعاء المدام ديالي ويشوفوا لي حل للتحقيق لهذا الدوسي هذا، ندخلوا للتحقيق من الاول للتالي باش نعرف الحق ديالي ونعرف واش تظلمت، واش انا اللي ظالم، والله يشهر الحق عليا وعلى اي شخص. يعني انا دابا حاليا انا محرم من بنتي، كنتمنى من السلطه، انا كنأكد عليها من السلطه القضائيه باش يعطيني بنتي. يعني انا شحال من مره طالبت بنتي، طالبتها المواجهه، دزت لعند الضابطه القضائيه، الضابطه القضائيه قال لك سيدي حنا ما نقدروش ندير لك المواجهه، مع ان امر ديال السيد الوكيل، والسيد الوكيل رجعت لعنده قلت له راه سيدي راه قال لك ما يقدروش يديروا لي المواجهه، قال لي يديروا لك المواجهه تما عندهم، ورجعت لعندهم وما داروليش المواجهه. ودابا حاليا انا كان في وسط المحكمه اليوم، مشيت لقيت كاين شي حاجات اداريه، دخلت عند السيد الوكيل، قال لي السيد الوكيل حتى لغدا واجي وان شاء الله يكون ما يكون غير خير. وانا كنتمنى من غير الخير، وكنتمنى من السلطه ديال مدينه جديده خاصه، انا كنولي ناكد عليها من السلطه ديال مدينه جديده ما تخلينيش هنا متشرد. بغيت نشوف بنتي، بغيت تحل الدوسي ديالي باش نخوي هذه المدينه ولا نجلس في هذه المدينه، ولا الله اعلم. انا صنايعي وانا ما خدامش، كل نهار كنطلع للمحكمه نجي، يعني بعض الاحيان غير الصديق ديالي هو اللي كيصرف عليا، عاوتاني حتى كنخدم عاوتاني ولا نصرف عليه انا، ولا نعطي الفلوس اللي كيسالني ولا شي حاجه. يعني علاش ما نكونش خدام حتى انايا، وعلاش ما تكونش الاسره ديالي حدايا، وعلاش ما نكونش بحال جميع المواطنين وجميع المجتمع المواطن المغربي؟ علاش؟ هذه اللي بغيت نعرف.
علاش السلطه ما ساعدتنيش؟ واش هاد الناس عندهم شي واحد في السلطه هو اللي كيبرك عليا؟ واش هاد الناس عندهم شي حاجه اللي ما فهمتش كيفاش بالضبط؟ انا كنطالب بالتحقيق صاحب الجلاله، صاحب الجلاله انا كنطالب بالتحقيق، انا تحقرت في هاد المدينه هادي، كنطالب بالتحقيق من الاول والتالي. انا كنطالب من السيد الوكيل دابا ومن القضاة ومن الناس ديال المحكمه، الرئيس، القاضي، كلشي. قاضي البحث كنتمنى كقاضي البحث تشد لي حقي وتشد حتى لهذوك الناس حقهم اللي كنت ظالمهم، ولكني كنطلب من الله يشار الحق عليا وعليهم، ولكني كنتمنى تحقيق جدي وفوري وجدي، فوري وجدي بدون تماطل. راني عييت تقهرت، صحتي راه كلها ولات كضرني باش بسبب هاد البروده وبهاد الشيء هذا وبهاد الشيء هذا، راني مازال ما كنشوفش بنتي. وكنشكر المواطن المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر صاحب الجلاله، وكنشكر هاد الصحافه هادو اللي عاونوني، والله ينصر الحق عليا وعلى اي شخص وسمحوا لي من الفوق. راه بالسيف ما تتاثر، راه مادامك محروم راه تتاثر وفوق تتاثر، ولكن ان فوا كتكون انت مرتاح راه كتكون الحياه. انا راه لذة الحياه ما عنديش في هاد اللحظه هادي، راه لذة اقسم بالله ولا تسمحوش لي، انا بغيت لي العذاب الدنيا وعذاب بالاخره. الا مذاق حياتي ما عندي في هذه اللحظه هذه، الا ديك الحلاوه الحياه اللي كنت كنعيشها من قبل 2010، ويهبطوا يسولوا عليا مدينه فاس، ويسولوا عليا جميع الناس اللي كتعرف فؤاد الفاسي هنا في مدينه جديده، الملقب بالفاسي هنا في مدينه جديده، فؤاد القايدي في مدينه فاس معروف، يعني هاد الشخص هذا يسولوا عليه الناس. انا ما الا دويت على نفسي ان تسمى كنجامل او لا شي حاجه، انا كنت نقول للناس اللي كيعرفوني يهضروا الصراحه، داكشي اللي كاين في قلبهم يقولوه، يا اللي كيعرفني قبل من 2010 يا اللي كيعرفني من بعد 2010. وكنشكركم اخوتي، من طبيعه الحال كنت صانع تقليدي وكنت كنخدم وكنجي وديما كنلبس وكنصرف وهذه وبنتي حدايا وش الحوايج، ماشي هي انك متشرد، راه فرق كبير. الالم ديالي انا كنحس بانني مظلوم وباغي حقي، وما نتنازلش على هذا الملف هذا، ما عمرني نتنازل عليه الا للقبر، الا متو تحت القبر راه مربحو، ما متش تحت القبر اللي مازال كنطالب بحقي وكنطالب بنتي وكنطالب بالتحقيق، بالتحقيق حقيقي ديال بصح. الا عندنا شي محققين في المغرب، انا تنقول الا عندنا شي محققين في مدينه جديده، الا كاين شي ناس العدل شرفاء، انا بغيت الناس الشرفاء يدوزوا في الدوسي ديالي ويشدوا لي حقي، هذا هو اللي كنطالب. وكنشكر المواطن وكنشكر صاحب الجلاله، والله ينصركم اخوتي واسمحوا لي بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.